السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. يوم الجمعة لو 14 جوان 2024، يوم جديد في مدينة أكادير، ونحن على بعد أيام قليلة من أهم مناسبة دينية عند المغاربة وعند المسلمين اللي هي عيد الأضحى. إذا كتلاحظوا الساكنة ديال مدينة أكادير بأن المدينة صفيرة إخوات، لأن أصلا مدينة أكادير فيها واحد المجموعة كبيرة بزاف، مجموعة كبيرة بزاف من اليد العاملة اللي كتسكن في مجموعة من المدن المغربية، والغالبية العظمى كتمشي كتعيد مع والديها في هاد العواشر هادو. الجزارة باقي حالين، ما كيشوفوش حتى هما. قنعوا قنعوا واش والله الا باقي حالين. انا الجزارة واه زيز هادي الخوت او بعد واحد 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 سد هادو، ولكن الغالبية ديالهم حالين. اذا هاد المناسبة الدينية هادي الغالبية العظمى من المغاربة كيتنقلوا لمسقط الرأس ديالهم من أجل إحياء صلة الرحم مع العائلة والأهل والأصدقاء والأحباب. المهم نشوف الأجواء كي دايرة هنا، نجيب واحد الطويرة دابا. راه كما كتعرفوا راه لي طرافو راه محبوسين دابا، لا ديال لا فوا اكسبريس يوربين، لا ديال جنبات ومحيط ملعب ادرار، لا ديال الغالبيه ديال لي طرافو في كاع لي شونتي اللي كاين في جميع الاوراش. صافي دابا راه سلام، ماشي سلام. المهم حابسين اون اتوندون بعد العطله ان شاء الله بعد العيد بواحد اون سيمين راه غادي يرجع، غالب الاحيان اون سيمين كلشي غادي يرجع. عندنا تاني خص تكون لاطاك، واد زيد هذا راه مشكل فيها الخوت، هذا واد زيد مشكل ضيق. انا مع العلم ان هذا راه شارع اللي هو رئيسي كيربط ما بين هذاك البارو استويس ما بين السونتر فيل. نهضرو شويه تاني على السبور. اليوم غتبدا لا كوب دوروب، ولكن قبل ما تبدا لا كوب دوروب غادي نشوفو المصير ديال البطوله الوطنيه المغربيه. نتمنوا ان شاء الله للرجاء الفريق العريق اللي دار سون فوت هذا العام في البطوله، صفر هزيمة. غادي يلعبو مع وجدة في وجدة، والجيش غيلعبو مع الفتح في الرباط. بالنسبة لكوب دوروب اليوم كان الافتتاح، كان السول ماتش اللي كاين، كاين البلد المنظم اللي هو ألمانيا. رجعوا لبلادكم، رجعوا لبلادكم، واش كديروا هنا؟ رجعوا لبلادكم، راه فونيت با لا بيان فيني او ماروك. زيد لا زيد زيد زيد. لان كاين الافتتاح اليوم كاين نفس الماتش اللي هو المانيا مع اسكتلندا. المانيا انا كنرشحهم صراحه الفوز باللقب. ومن غدا كيكونوا 3 ماتش، ماتش كيكون مع الجوج، ماتش مع الخمسه وماتش مع الثمانيه. اليوم مع الثمانيه، غدا كاينه لا هونغري كونتر لا سويس، الاسبان مع لا كرواسي خمسة، إيطاليا كونتر ألبانيا مع الثمانية. كاع ما شفنا هذا هنا سيدي، راه كاين هذيك لابو، ديك اللي دايره بحال البوصلة ولا ما عرفت سميتها، راه كيقاد جاشين. غادي نجي نصور عليكم. كاين المعهد العالي ديال الموسيقى،
تشتري هذا خصني نتعب شتي جديد. بالنسبة نرجعو تاني لكم في ظروف راه مجموعة من الفرق راه مرشحة لفوز باللقب من بينها إسبانيا من بينها فرنسا بطلة العالم في 2018. بالنسبة لي أنا تل بلجيك مرشحة للقب، البرتغال، كرواتيا حتى هي المهم كاين بزاف، هولندا، ولكن أنا كنرشح بزاف الألمان لأن الألمان هما اللي سميتو هما اللي محتضنين المنافسة لاعبين في بلادهم. وكما قال زيد هاد المطرة هادا كيتسابق زيد شوف فيا ما عمرك شتي الكول ديال الكمامة بحال باقي كاينة كورونا. المهم قال لهم غاري لينيكر باقي كان عاقل غاري لينيكر قال واحد المقولة شهيرة غاري لينيكر انا تفرجت فيه في 86 وار غاري لينيكر وار هذا بروموسيون ديال الناس مزيانين في السبعينات راه كيعرفوا غاري لينيكر والناس الجداد اللي كيبحثوا شويه كيقراو في الاسطوري ديال الكره غادي يعرفوا غاري لينيكر. غاري لينيكر هو فيتور ديال 86 هو اللي ماركا كونتر عامل لعبو. المهم واحد الفرقه راه كانت في الجروب ديال المغرب ماركا عليهم شي ثلاثه ديال البيوت ديك الساعات. الجروب المغرب فيه لابولون وفيه البرتغال والله ما عرفت ديك الفرقه الاخرى اللي فيه واش لا بلغاري ولا ما شكون اللي فيه. المهم قال لهم غاري لينيكر فوتبول از ا سيمبل جيم 22 مان تشيس ا بول فور 90 مينيتس اند ات ذا اند ذا جيرمانز اولويز وين. سمعش قال لهم هذه مقوله اللي واعره يلا الدراري اللي عز عليهم لونجلي فوتبول از ا سيمبل جيم 22 مان تشيس ا بول فور 90 مينيتس اند ات ذا اند The Germans always win. يلا ديروا لي الترجمة لا تنضحك معكم ماشي بينا نبانو عليكم ولا شي حاجة. انا راه لونجلي كاع ما عز عليا نهضر بها باش نسماج انا حتى مع الدراري الدراري داكشي كيقول لي هضر لونجلي شوف ما غاديش نبدا نبان عليك. ولونجلي انا كنهضر بها غير الا غادي نتخلص الا غنشد الكرمومة ما نبدا نهضر معاك انا فابور ما غاديش نهضر معاك. وبالصح انا ما كندير شي حاجة ما غاديش نتخلص عليها. المهم قال لهم اسيدي فوتبول سيمبل جيم كرة القدم لعبة بسيطة 22 مان تشيس بول 22 راجل كيتبعوا واحد الكرة فور 90 مينيتس لمدة 90 دقيقة عند ات ذا اند وفي نهاية المطاف ذا جيرمنز اولويز وين. في اخر المطاف دائما الالمانيون يفوزون هادشي اللي كاين. وفعلا المانيا عطيتها 54 في الميراكل ديال بيرن زيد لا زيد لا زيد لا زيد لا زيد اصبح هي الراجلين هادشي اللي قرانا في البيرمي داو في 54 الميراكل ديال بيرن فاسميتو في لا كوب دي مون شحال هذيك 54 الخامسه اللي تلعبات في سويسرا رغم ان هذيك لا كوب دي مون نورمالمون كان خصهم يديوها لا هونغري راح يدوا لهم ديك الساعه واحد البيت ديال بوشكاش قال لك راه اورجي داوها في 74 العام فاش غنزيد انا هذيك تيستحقوا هذه في بلادهم ديك الساعات غير هو ديك الساعات كانت سميتها ويست جيرماني المانيا الغربيه. داوها في 90 حتى هي فيها ان هذيك تفرج فيها علاش كان عندي 16 عام ديك الساعات لان نورمالمون هذيك ماشي بيلانتي ديال الماركه هذاك اندرياس بريما الله يرحمه راه يلاه مات. وداوها في 2014 اربعه ديال لي كوب دي مون عاد لي كوب دوروب داو شحال ديال لي كوب دوروب عاد البايرن يظلمو واعرين بزاف. نجبنا بكم هاد الدورة هادي الخوت المهم في مدينة أكادير راك ستري الحضاري راه تحل احنا عم نمشيو ليه دابا